تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن بدء استقبال المقترحات للمشاركه في النسخه الخامسه من مسابقه الابتكار الحكومي فكره بدءا من اليوم ولغايه السبع والعشرين من ديسمبر القادم. وتهدف المسابقه لرفض مساعي تطوير الاداء الحكومي وتعزيز ثقافه الابداع والابتكار تماشيا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على الاستدامه والتنافسيه والعداله الامر الذي من شانه الاسهام في تحقيق اهداف المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وياتي طرح المسابقه في نسختها الخامسه استمرارا لتعزيز اشراك موظفي القطاع العام والكوادر الوطنيه في وضع الخطط والمبادرات التنمويه لمملكه البحرين وتاكيدا على الفاعليه التي حققتها المبادرات والمشاريع الفائزه في النسخ السابقه من مسابقه الابتكار الحكومي فكره واسهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي الجدير بالذكر ان استقبال الطلبات للافراد او المجموعات من اربع افراد كحد اقصى يتم عبر الموقع الالكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء على ان تهدف المشاركات الى تطوير الخدمات الحكوميه او تحسين الاداء الحكومي حيث سيتم بعدها مرحله المراجعه الاوليه واجراء المقابلات من قبل اعضاء لجنه التقييم من ذوي الشان والاختصاص